مساء الخير، نعود هذا المساء في سجالات لنناقش الشأن الإيراني. الإيراني الذي ينظر حاليا إلى ما يجري في المنطقة من براكين، هناك مباشرة هذا البركان في العراق، طبعا في سوريا وامتداداته اللبنانية، طبعا ما يحصل أيضا في غزة وما يحصل أيضا في جنيف بالنسبة لطهران. نقاش كل ذلك، هل هناك استراتيجية أخرى؟ هل متغيرات؟ هل تطورات؟ هل هناك خطط؟ أي مستقبل ينتظر إيران في ظل ما يحصل في المنطقة؟ نقاش هذا المساء مع الدكتور علي نوري زادة، مدير المركز مركز الدراسات الإيرانية العربية. أهلا بك دكتور علي. أولا، هناك أولا سؤال الأول حول ما يجري في غزة. هناك انطباع أن غزة هذه المرة هي أكثر مرة تكون فيها لوحدها بما فيها تيار الممانعة الذي يبدو أنه يتعاطى مع غزة تعاطي بروتوكولي أكثر منه تعاطي حقيقي. نتحدث عن موقف حزب الله أو موقف دمشق أو موقف إيران. في التصريحات الإيرانية هناك دعوة للدول الإسلامية، هناك دعوة لنصرة غزة، لكن هل هذا يعني أن الموضوع الفلسطيني تراجع في الأولويات الإيرانية؟ أولا تحياتي لكم ولمشاهدينا الأعزاء. دكتور غواص، أولا دعني أن أعود إلى الوراء قليلا إلى مرحلة المصالحة الفلسطينية. طهران لم تكن راضية عن هذا المصالحة، وحاولت بشتى الطرق والوسائل للحيلولة دون إنجاز هذا عملية المصالحة. وقبل ذلك أوفد أبو مازن السيد جبريل رجوب، الأمير جبريل رجوب واللواء جبريل رجوب إلى طهران، وقد أجرى محادثات مع مسؤولين الإيرانيين بمن فيهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس بشأن أولويات القضية الفلسطينية، المستجدات الأخيرة. وقد أبدى الجانب الإيراني وخاصة مستشار الرئيس روحاني رغبة روحاني في ترميم العلاقات واستقبال أبو مازن في طهران، وهذا كان تلميح إلى جبريل رجوب. ربما هذا أبلغ الرئيس محمود عباس بشأن ذلك، وكان هناك ترهيب بالموقف الإيراني. غير أن خامنئي تصدى بشكل كامل وواضح كما تصدى لتطلعات روحاني هي العلاقات الإيرانية السعودية ورغبة روحاني للسفر للسعودية ولم يسمح بذلك، فأنه أمر وأكد عدم توجيه دعوة إلى أبو مازن. على الرغم من ما قيل عن توتر في العلاقات ما بين طهران وحماس في فترة معينة. نعم، رغم ذلك هم رفضوا زيارة خالد مشعل، طالبوا خالد مشعل بإعلان توبته وبإعلان أنه ارتكب خطأ استراتيجيا بالابتعاد عن النظام السوري الجبهة الممانعة، ورفض خالد مشعل. ولكن بالنسبة لأبو مازن، بالنسبة لرئيس أبو مازن، أعتقد بأن طهران روحاني كان صادقا ومخلصا في رسالته الشفهية إلى أبو مازن، وكان مستعدا لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني. بعد ذلك يجب أن أقول أن الفئة التي تولى أو تتولى مهمة التعامل مع والتعاطي مع القضية الفلسطينية، هذا الفئة مرتبطة بالمرشد، هذا الفئة مكونة من قائد فيلق القدس ومساعد وزير الخارجية المعين من جانب خامنئي وهو حسين أمير عبد اللهيان، فمساعد رئيس مساعد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، هؤلاء مكلفين بالقضية الفلسطينية. فهؤلاء أبلغوا حماس بأن طهران سوف تلغى كافة المساعدات المرسلة إلى حماس إذا وافقت حماس على المصالحة الفلسطينية وتدخل في اتفاق مع فتح. ولما دخلت قيادة حماس في هذا التحالف المسلحي مع فتح،
طهران كانت قاذبة جدا، وتم إلغاء 25 مليون دولار كان من المقرر إرساله إلى حماس عبر بنك صادرات إيران في بيروت. فموسى مرزوق الذي كان متوقع أن يستلم المبلغ راجع وعلم بأن المبلغ لم يحول، فبعد ذلك دفعت طهران مبلغا ما. ولكن ما حصل، رمضان شله قائد جهاد الإسلامي ومساعده تلقوا تعليمات من هو الأقرب إلى طهران؟ أي هو يعني ثانية إيران. تلقوا تعليمات من طهران بأن ضرورة تخريب ونسف المصالحة الفلسطينية. فما جرى من خطف ثلاثة من المستوطنين كان أمرا مدبرا ومخططا منذ بضعة أشهر، وهذا تم ذلك. وبعد إن قتل هؤلاء رأيك هذا أمر عمليات إيراني؟ تعتقد ذلك؟ مش عمليات توجيهات إيرانية. إيران كانت تريد تخريب نسف المصالحة الفلسطينية، خاصة بسبب بروز الدور المصري وظهور مصر على الساحة مرة أخرى. فاعتماد القيادة الفلسطينية على مصر وعلاقات أبو مازن الوثيقة مع الجنرال سيسي، كل ذلك كان مصدر قلق طهران. فهكذا أمروا أسدروا تعليمات وتوجيهات إلى حماس وإلى جهاد الإسلامي وإلى فئة من الحماس معروف في طهران بفئة محمود زهار القريب من إيران جدا. وبالمناسبة يجب ألا ننسى بأنه تم تفتيش حقائب محمود زهار في مصر قبل سنتين ووجدوا فيه 25 مليون دولار وهو كان عائد من طهران. على أي حال هذا حصل، والآن طهران تحت ضغط من الشارع ومن الحرس نفسه ومن كثير من الأوساط وفاعليات أوكي الآن حماس تواجه حرب الإبادة، الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة، وعلينا أن نصائب، غير أن القيادة تعتبر أن هذا أغوبة لحماس التي تركت جبهة المقاومة، جبهة الممانعة، وانزمت إلى جبهة المصالحة مع الأمريكان ومع الإسرائيلي. هذا يفسر برودة التصريحات الإيرانية؟ هذا يفسر برودة التصريحات، وهذا يفسر أيضا دعم إيران للمبادرة المصرية، هذا شيء مهم. هذا ما أريد أن أسألك عنه. على الأقل مصر بقيادة السيسي كان لدينا هيك إشارات أنها ليست على علاقة، لكن لا مانع لدى هذه القيادة المصرية الجديدة من علاقات جيدة مع إيران، وأن تقدم هذه العلاقات كان يعني في حساسية من علاقة مصر مع السعودية والخليج. عندما تقول أن السعودية أن إيران أو حاولت أو نجحت في تعطيل المصالحة الداخلية، يتناقض نوعا ما ذلك مع المصلحة المصرية أم لا؟ أم يتكامل؟ سياسة إيران دائما سياسة تناقضات، إيران تلعب بتناقضات بشكل جيد جدا. مثلا أعطيكم مثالا، وسائل إعلام الولي الفقيه تسمى ملك الأردني بألقاب غير لائقة، ولكن القيادة الإيرانية تتحدث عن ملك عبد الله الثاني باعتباره رجل من أسرة نبي من آل هاشم. يعني هناك تناقضات. السياسة الإيرانية دائما سياسة اللعب بالتناقضات، ترهبون بملكة أردن وفي نفس الوقت يهاجمون بشدة الملك الأردني. يعني شيء من التناقض موجود وإيران تلعب. الآن يقولون أوكي سيسي الآن جاء مكان محمد مرسي، ولا نزال لم ننسى أن محمد مرسي جاء إلى طهران ولم يقابل ولي الفقيه وأحان إلى إيران بدعمه للثورة السورية. إضافة إلى زيارة أحمد نجاد أيضا إلى القاهرة. يعني وهكذا يقولون شو كان منافع مرسي لنا وإخوان المسلمين، واليوم في العراق نراهم. فهكذا هم يفكرون بأن مصر سوف يكون له دور مؤثر إقليمي مهم،
فلذلك بدلا من أن يدقون أبواب السعودية من أجل علاقات أفزل، من أجل تحسن العلاقات مع منطقة، هم يقولون الآن أمريكان جالسين أمامنا ويتحدثون معنا. لم نعد بحاجة إلى وسيط العماني والسعودي للتوسط لدى الأمريكا. وزير خارجيتنا يتحدث مع جون كيري مباشرة. ففيما يتعلق بالنسبة للسعودية، فالسعودية منافس، فلذلك يجب أن نواجه السعودية وتطلعاتها. يعني وأقول لكم أحيانا هذا شيء مستغرب جدا، الرئيس روحاني جاء بورقة السعودية وبورقة الملف النووي. يعني هو قال سوف أسوى مشكلة الملف النووي، فسوف أذهب إلى السعودية وأسوي جميع المشاكل في المنطقة، في لبنان، في سوريا، خلاص. وتم انتخابه على هذا الأساس. وتم انتخابه. واليوم رئيس روحاني فشل في موضوع السعودي وفشل في موضوع الإقليمي. فهناك جانب آخر، والقيادة الإيرانية ورطت إيران في العراق كما ورطها في سوريا، الشارع غير مرتاح، فروحاني مغلوب على نفسه. طيب حصل ما حصل لخاتمي. يعني في الموضوع الفلسطيني، وهذا آخر سؤال حول الموضوع، عندما تتحدث عن برودة معينة رسمية إيرانية تجاه ما يجري في غزة، اليوم عندما نسمع عن حل معين في غزة، نسمع عن القاهرة كمبادرة، نسمع عن الدوحة، ونسمع عن أنقرة، وطبعا واشنطن، أين طهران؟ طهران عزلت نفسها عن أي تأثير في ذلك. أعتقد بأن طهران أدركت جيدا بأنه لن يكون لها دور. يعني الأطراف الإقليمية والدولية لا تولى أهمية لدور إيران. إيران كان ممول حماس ومساند حماس في إنتاج الصواريخ، واليوم صارت حماس تعتمد على مال القطري. أوكي، ليس بحاجة إلى إيران لحد ما. وإيران أيضا منشغلة في العراق. يعني العراق أكثر يعني أهم شيء بالنسبة لإيران هو موضوع العراق وسوريا. رئيس شقيق قائد استخبارات الحرس يقول سوريا 1000 مرة أكثر أهمية من خوزستان، من مقاطعة خوزستان لنا. فهكذا العراق وسوريا بالنسبة لهم أكثر أهمية، وهم يقولون القضية الفلسطينية صارت قضية ميتة. فلماذا يعني نورث أنفسنا في هذا القضية دون أي تأثير؟ يعني بعد الفاصل سنتوجه إلى ما هو أولوي بالنسبة لإيران كما تحدث، العراق. ابقوا معنا. إيران الرقص بين البراكين، نقاش هذا المساء مع دكتور علي نوري زادة، مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية. في الشأن العراقي، قبل أن أدخل الشأن العراقي، هناك تصريح شهير صدر عن أبو محمد الجولاني والناطق الرسمي باسم تنظيم داعش، يقول أننا، طبعا التصريح يقول أننا في السابق تجنبنا ضرب مواقع إيرانية أو ضرب مواقع بين مزدوجين للرافضة حسب التعبير، يعني مواقع شيعية، لأنه كان هناك تعليمات من القاعدة نفسها بتجنب ذلك، لأنه إيران تحمي خطوط إمداداتنا. طبعا البعض اعتبر أنه أولا طبيعة، أريد أن أسألك عن طبيعة العلاقة بين إيران والقاعدة، والبعض اعتبر أن داعش قد تكون أيضا صنيعة من صنيعات طهران أو بغداد المالكي. دكتور قواس، أتذكر في أحد البرنامج قبل سنوات كنت جالسا معك وتحدثت عن علاقة إيران بالقاعدة. بعد حرب أفغانستان لم يكن أمام قاعدة ومقاتلي القاعدة طريقا للخروج من أفغانستان وباكستان سوى إيران. والبحر كان محاصر والجف كان محاصر، من غير الممكن إيران سمحت لهم بالمرور إلى العراق. هذا ما حصل، أخذ بعضهم كرهائن وأخذ بعضهم للتعاون. يعني في العصر الأمريكي بالمرور إلى العراق لمناكفة الأمريكيين، الأمريكيين، واستفاد منهم كثيرا
وزودهم. أتذكر تم هناك لقاء بين أيمن الظواهري وأحد قيادات الحرس البارزين في محافظة بلوچستان، فطالما الشيخ بن لادن وأسامة بن لادن كان حيا، إيران زود عن طريق سحر قلبدين حكمتيار بن لادن بجهازين للكلي، هذا داياليز، جهاز داياليز من مستشفى الحرس، مستشفى بقية الله العظم. فهكذا هذا العلاقات كان موجودة منذ السودان بين إيران والقائد. ما حصل في سوريا؟ قاسم سليماني نفسه، اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس ومساعده العميد إسماعيل شيزري، هؤلاء قابلوا بعض الإسلاميين المتطرفين في سوريا وزودوا هؤلاء بالأسلحة والمعدات والمعلومات الاستخبارية، زد جيش الحوثي. هذا كان بعد إن صار هناك نزاع بين النصرة وداعش. دائما النظام السوري والإيراني كانوا يساعدون داعش بطريق غير مباشر. بمعنى آخر، كان هناك قوات داعش في الحصار وقوات سورية في جهة الأيمن، والنصرة وجيش الحر في الجانب الأيمن. فكان الجيش السوري ينسحب من هذا الموقع، وداعش كانوا يحتلون وعندهم موقعين أمام قوات. بمعنى العلاقة غير مباشرة، ليست غير مباشرة. لا، أقول لك علاقات غير مباشرة، ولكن جانب من قيادة داعش كانت دائما على اتصالات مع الاستخبارات السورية ومع الاستخبارات الحرس في سوريا. هذا بالتأكيد. داعش في العراق مختلف، رغم أن داعش امتداد لداعش سوريا، ولكن في العراق 90% من رجال داعش هم عراقيين، بينما في سوريا من شتشن، من خليج، من مناطق اخرى. فخاصة بعد تحالف مسلحي بين داعش والنقشبنديين والبعثيين وضباط صدام حسين، كل ذلك فجأة اكتشفت إيران أمامها قوة عقائدية سنية معارضة للشيعة، تعتبر الشيعة رافزة، فتحظى بدعم المجتمع السني العراقي. فهذا كان يعني دقة أجراس الخطر. إلى هذه الدرجة إيران فوجئت؟ إيران المتغلغلة في كل تفصيل عراقي بما فيه عند السنة؟ أقول لك، لم يكن يتصور قيادة الاستخبارات والعسكريين الإيرانيين بأنه داعش قادر على احتلال موسل خلال ساعتين. هناك 20,000 مقاتل عراقي، جيش، لواء، سلاسة علوية، فمثل يعني مثل سلوج يعني ذوب. حتى نحدد أكثر دكتور علي، هل إيران تعتبر أن المشكلة في داعش أم أن المشكلة لا، هي المشكلة أن هناك حراك سني خطير، لكن إيران يهم أن تتحدث عن داعش؟ هذا أفضل سؤال دكتور غواز. العديد من الشخصيات الإيرانية بمن فيهم السيد روحاني، بعد يومين من سقوط موسل كان في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي. في هذا الاجتماع شخص رئيس الجمهورية وشقيقه حسين فريدون وأيضا أمين مجلس الأمن القومي الأميرة شمخاني الذي هو عربي إيراني من خوزستان، قالوا بكلمة واحدة: مشكلة إيران مالكي. كلهم قالوا بصراحة في هذا الاجتماع: يجب أن نتوقف عن دعم مالكي ونساعد أحد قادة الشيعة مثل عادل عبد المهدي خاصة، فهو قادر على أن يرضي السنة ويخمد نار الطائفية في العراق. السيد خامنئي قال: أبدا، مالكي هو مثل بشار، مالكي ابني ومعي، ولا يمكن أن نتخلى عن مالكي لأنه تركت عهدا عنده. فهذا التناقص في قرار القيادة الإيرانية، وهذا التنافس بشكل أو آخر بين خامنئي وبين الدولة الإيرانية. هناك نظام ولاية الفقيه وهناك الدولة الإيرانية. الدولة الإيرانية تحاول أن تكون حديثا، أن تتعاطي مع القضايا بعقلانية
وعلى أساس المصالح إيران الاستراتيجية، بينما النظام يفكر في مصلحة الدين والشيعة والإمام القائب وهلال عندما الشيعة. تتحدث عن موقف الخامنئي وكأنك تتحدث عن موقف شخصي، أنه هذا ابني وهذا أخي وهذا يعني الآن موقف ليس مصلحة إيران أبداً، يعني لخامنئي أصلاً وأبداً مصلحة إيران، مصلحة ابن حسن نصر الله أهم من مصلحة إيران. أخي أقول لك من أمثلة لذلك، السيد خامنئي دفع مليار دولار في العام الماضي إلى حسن نصر الله، مليار دولار، وعنده 95 مليار دولار في مؤسسة تدعى مؤسسة فرمان الإمام خميني، عنده هذا المبلغ ودفع مليار دولار. وذهب الناس، بعض الناس إلي وقالوا إخواننا السنة في بلوشستان يعانون من فقر غريب ومن أزمة مالية، من مشاكل اجتماعية والإدمان وغيره، نحن نريد أن نخصص 400 مليون دولار لبناء مستشفى للمدمنين وأيضا لبناء مسيحات عقلية ولبناء جامعات وغير ذلك. رفض خامنئي، رفض. يعني بالنسبة لخامنئي حزب الله أهم من سنة الإيرانية من بلوچستان، ومساعده يقول سوريا أهم ألف مرة من خوزستان. فلذلك عقلاني خامنئي يفكر بأن الوقت قد هان لإقامة إمبراطورية شيئية ممتدة من تهران وقم إلى بغداد ومن بغداد إلى دمشق وإلى بيروت وإلى منطقة الشرقية بالسعودية وإلى الكويت وإلى بحرين هكذا واليمن. يعني هذه الفكرة كان ممكن قبل سنة أو سنتين يعني الإيمان بها، حاليا هل لديك شعور أن في طهران من يقول أنه علينا الاكتفاء بتحقيق مصالحنا، وأن هذه الطموحات العليا واضحة في العراق، واضحة في سوريا، واضحة في لبنان، واضحة أيضا في منطقة الكويت؟ أولا خامنئي الآن بدأ يشعر بفشل، فموضوع إرسال القوات إلى العراق بات مرفوض شعبيا وداخل الحكومة. أرسلوا 500 مستشار وفلان بس لا قوة، لا مثل سوريا. وإلى ذلك فإن موضوع مالكي صار مكشوفا، إن مالكي مرفوض داخل العراق من قبل الشيعة. آية الله سيستاني قال كلمته خلال لقائه بمبعوث خامنئي وقال لا يمكن أن نتحمل نوري المالكي، هذا الرجل سيسبب في تفكك العراق، لن نقبل. الرئيس طالباني آت، الإيرانيون أرسلوا وفدا بقطاع طبي لتفقد الرئيس، كان ضمن الوفد مستشار خامنئي، كان ضمن الوفد مساعد قائد فيلق القدس، راهوا من أجل ممارسة الضغط على الرئيس طالباني لعدم ترشح الدكتور برهم صالح. قالوا لا نريد برهم صالح، هذا الرجل زدنا، هذا الرجل عربي التوجه، هذا الرجل مع السعودية مع العرب. فبالتأكيد الحالة الصحية للطالباني لا تسمح له لمناقشة إيرانية. بس إذا أفهم منك دكتور علي، بس زوجة السيد طالباني هيرو خان هي أيضا تؤارز برهم صالح، فتدعم دكتور فؤاد معصوم، وهكذا هناك اتفاق بين الإيرانيين والسيد هيرو خان بشأن الرئيس العراقي. يعني إيرانيين الآن بدأوا يشعرون بأن أوكي جبوري صار رئيس البرلمان ليس أقل إداء من أسامة نجيفي، وهناك اقتراب أن يسمى أسامة نجيفي مساعد رئيس الجمهورية، فبعد ذلك إذا صار برهم صالح رئيسا للجمهورية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يريد عراقا مستقلا، فهكذا لا يمكن، لا يتماشي مع مصالح ولي الفقيه، يتماشي مع مصالح إيران الاستراتيجية. إيران تحتاج إلى عراقا قويا وصديقا إلى جانب. هو هذا السؤال، إيران حاليا يعني في كلام عن تقسيم، تلميح واضح من قبل الأكراد
مؤتمرات تعقد في عمان وفي مناطق أخرى بشأن أيضا الشأن السني في العراق وهناك الشأن الشيعي. هل العراق الذي كان يسيطر بين مزدوجين على العراق الإيران التي كانت تسيطر على العراق بشكل كامل، هل هي مستعدة أن تتخلى عن الشأن الكردي والشأن السني وتتفرغ للشأن الشيعي، وهل هذه مصلحة؟ أبدا. أقول لك إيران لا تريد عراقا شيئيا فقط، إيران تريد كل العراق. والسبب الأكراد الإيرانيين ليسوا أقل هرسا للفيدرالية الإيرانية الكردية من أكراد العراقيين، وإيران تعرف جيدا إذا كان هناك استغلال كردستان في أربيل وهذا معناه هذا الاستخلاف سوف يمتد إلى مهاباد إلى سنندج كما إلى ديار بكر وكما إلى سوريا، فإيران لن تقبل بتقسيم العراق. فحدد الأكراد، حدد بشكل مباشر يعني التقى مساعد سكرتير مجلس الأمن القومي بالسيد نيتشيروان باريزاني، وباريزاني زار إيران في بداية الأزمة وقال الإيرانيون لن نسمح باستغلال كردستان، سوف ندمر كل شيء أنتم بنيتم منذ بداية الفيدرالية، لن نسمح. وهذا قالوا صراحة، وهذا لن كانت تركيا قبل ذلك، لن نسمح كان كلام تركي قبل ذلك، اليوم أصبح إيران بالتأكيد. يعني هناك بين إيران وتركيا نوع من التوافق، بس علاقات تركيا مع السيد باريزاني علاقات استراتيجية، وتركيا تريد وترقب في أن تحافظ على هذه العلاقات أبديا يعني، وهذا لمصلحة تركيا. وباريزاني يلعب دورا مهما في تقريب وجهات نظر الأكراد الأتراك مع أعمال الحكومة. أريد أن أسألك حول تفصيل ذكرته أستاذ علي، عندما بدأت أزمة داعش تفاجأ العالم، أيضا تفاجأنا بالزيارة التي قام فيها إلى إيران، ولم نفهم حتى الآن لماذا أساسا ذهب إلى إيران. أقول لك، أولا هو ذهب إلى إيران ليقول انظروا إلى داعش في موسل، لن نتوقف، سنذهب إلى كركوك فسوف ننشر قواتنا في كركوك لأنه لا نريد أن نرى داعش في أربيل والسليمانية. هكذا قالوا للإيرانيين. الإيرانيين قالوا أوكي لحد ما نفهم، ولكن لن نسمح باستغلال كردستان. إذا أعلنتم باستغلال كردستان فهذا إعلان حرب ضدنا، ولن نسمح لذلك. بعدين نيتشيروان، ماذا يعني لن نسمح باستغلال كردستان؟ لن نسمح بتواجد داعش، ولن ندخل بقوات عسكرية، ونتمسك بالمالكي، وبالتالي لا حل. بأي معنى هم يقولون بتوجيهاتنا ووجود مستشارينا الجيش العراقي قادر على أن يهزم داعش، وهكذا يقولون. لماذا إذا كان الوضع هكذا، لماذا العراق بقيادة المالكي توجه إلى الولايات المتحدة لطلب المساعدة؟ لا أقول لك، غير مسموح لإيران أن ترسل قوات إلى العراق، غير مسموح تركياً أردنيا سعوديا أمريكيا، يعني من مستحيل أن ترسل إيران قوات دون ردود واسعة وشاملة. فهكذا القيادة العسكرية تطلب استئجار الأمريكيين القيام المهم. هم كانوا بانتظار ذلك، كانوا يحملون بأن يأتي أوباما وجون كيري ويقول أوكي تعالوا you do the dirty job for us، ولكن الأمريكان لا، امتنوا وقالوا أوكي نرحب فيكم كمستشارين، حتى لم يسمحوا بطائرات بلا طيارة الإيرانية. إيران حاولت إرسال هذه الطائرات أبابيل، بس إيران أرسلت 4 طائرات سوخوي من الطائرات العراقية موجودة لدى إيران، وهذه الطائرات تم تسليحها في روسيا وعادت إلى إيران، وإيران أرسلتها بطيارين إيرانيين إلى العراق. واحد من هؤلاء التيارين قتل بينما كان في 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 قاعدة، قتل أثر إطلاق النار وقتل، وعادوا جثته إلى إيران إيش قامت القيامة في شيراز، فلذلك سحبوا التيارين حتى التيارين، ولكن حوالي 500 من رجال الحرس من المستشارين من مخططين هؤلاء موجودين في سامرة في بغداد في كاظمية وفي النجف. سأنتقل بعد الفاصل إلى الكلام عن سوريا، وأن أتكلم أيضا عن ما يحصل في جنيف وما معنى تمديد المفاوضات بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد دكتور علي نوري زادة، مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية العربية، ضيفنا هذا المساء في الكلام عن إيران والرقص بين البراكين، البراكين أيضا الموضوع السوري. في الظاهر قد يبدو أن الخيارات الإيرانية هي التي تنتصر في سوريا، وإضافة طبعا إلى مشاركة حزب الله العلنية والتي لم تتراجع حتى في عز ضربة غزة والإحراج الذي ممكن أن يتسبب فيه الحدث بالنسبة لحزب الله. هل هذا دقيق؟ منذ البداية كان الإيرانيون يقولون أوكي، في معارضة سورية، تعالوا لنتفق بشأن إعادة انتخاب السيد بشار الأسد، إجراء الانتخابات، وإذا فاز بشار الأسد فهو سيختار أحد قادة المعارضة رئيسا للوزراء. هذا كان مشروع إيراني، وحتى تحدثوا مع فاروق الشهر. يبدو أن سوء الظن عند أسد لفاروق الشهر بلغ ما حد إلى حتى لم يتحمله ويراه حتى. وبعد ذلك في جنيف وان إيران كانت غائبة ولكن حاضرة بشكل أو آخر. ففي محادثات اللي أجراها إبراهيمي مع الإيرانيين أكد الجانب الإيراني بأننا نريد تسوية سياسية في سوريا، لسنا بعيدين عن مشروع الأمريكي وفكرة الأمريكية بشأن التسوية. فبعد ذلك بسبب ارتفاع يعني بورصة داعش في سوريا، معدل التواجد الداعشي في سوريا، بعد ذلك إيران أيضا صارت متفق مع سوريا في دعايات الموجهة إلى العالم بأننا نغارب الإرهابيين. هذا ليسوا السوريين بل إرهابيين. وداعش بهماغاته بارتكاب جرائمها بركات حملات نجاح. حضرتك يعني عائد من واشنطن، تشعر أن هذه الحملة الإعلامية ناجحة لدى؟ أنا أقول لكم الآن في واشنطن هناك جهات بوزارة الخارجية تعتقد بأن الحل الوحيد في سوريا هو عبر بوابة تهران. إذا اتفقنا مع تهران بشأن سوريا هذا ممكن. حتى الأمريكيين بدأوا يتحدثون ويغاضلون أن قناة بوسعين شعبان، وهم لماذا بوسعين شعبان رئيسة سوريا يعني أو رئيسة وزراء سوريا، قادرين على أن نتحدث معها باللغة الإنجليزية، هي مثقفة. نفس الشيء أنت تستمع في الكونغرس، في واشنطن إنستيتوت، في أماكن أخرى. الأمريكان يعترفون أيضاً بفشل نظرتهم، حلولهم، مشروعهم نهائياً في سوريا. فالسفير الأمريكي السابق هو يعني يتحدث متعلم جدا وقاذب من الإدارة الأمريكية، ويقول كانت هناك فرصة لإنقاذ الشعب السوري من هذا المأساة، والرئيس أوباما أحضر هذا الفرصة وأفشل مشروع سعودي وإقليمي بضرب جوانب معينة من آلية العسكرية السورية والمصانع الكيماوية، ولكن الأمريكان وقعوا في فخ الروسي، وها هو اليوم ينظرون إلى روسيا يلتمسون لدى إيران وما شيء حسن. أنا والله لكن مقابل هذا الانتقاد ما الذي ينمو حاليا؟ أي خيارات أخرى؟ خيار الاتفاق مع إيران؟ هكذا يقولون الأمريكان بأن الاتفاق النووي سوف يؤدي إلى اتفاقيات أخرى بما فيها موضوع سوريا. ف يعني قريب في داخل او في قيادة الإيرانية وفي الوسط الدبلوماسي، مثلا مساعد وزير خارجية امريكا في شؤون حقوق الانسان طرد من البحرين. الإيرانيون اعتبروا ذلك زيارته دليلا على تقريب او تقارب وجهات نظر الامريكية لإيران. امريكا باتت مستعدة لمساعدة الشيعة في البحرين كما ساعدت الشيعة في العراق، قال مستعدة لمساعدة الشيعة في السعودية. هكذا هم يقولون أن أوراقنا باتت قوية جدا الآن، لدينا أوراق قوية ومربحة.
ولكن هذا الأوراق سوف تكون مربعة إذا نجحت إيران أيضا في إقناع شعب أو القيادة الإيرانية إقناع شعبها وتوفير مناخ مناسب للحياة ومعيشة أفزل وليس الشعب 47% منها تحت خط الفقر لهذه الدرجة. لهذه الدرجة هو يعترفون. هذا مش كلام معارض، هذا كلام رئيس بنك المركزي، كلام مساعد وزير الاقتصاد. فهكذا الشارع الإيراني غير مرتاح، يعتبر كل هذه المغامرات الخارجية للنظام ضد مصلحتي. فهم يريدون كما قبل أوباما كنت تتحدث مع أي أمريكي كان يقول فمو فايدة بالإرهاب وفلان، نحن بحاجة إلى بناء وطننا. نفس الشيء الآن في إيران. لماذا؟ وحتى في حركة الخضراء كان أحد أهم الشعراء لا لبنان ولا حماس لا فلسطين، روحي فداء إيران. طيب دكتور علي نورزاد، حاليا في موضوع المفاوضات في جنيف، منذ بدء هذه المفاوضات كنا نشعر أن المفاوضات عنوان الرئيسي تقني يتعلق بالبرنامج النووي، لكن عنوان الأكبر هو موقع إيران القادم في المنطقة، وأنه على هذه الطاولة هناك أوراق البحرين، أوراق العراق، أوراق الحوثيين في ليبيا، أوراق سوريا، أوراق حزب الله لبنان. حاليا في الأسابيع الأخيرة هل تشعر أنه هذه الأوراق أصبحت أقوى أو أضعف لدى الجانب الإيراني؟ بالتأكيد. أقول لك لماذا. أولا الجانب الإيراني كان على وشك اتفاق، يعني كل شيء كان جاهز. إيران زلت ملتزمة بتعهداتها، حتى الوكالة أقرت بشأن ذلك، ومحمد جواد ظريف ذهب إلى فيينا وإلى جنيفا ومعه كارت بلانش من خامنئي، وحتى منتقديه في إيران منتقدي روحاني أمرهم خامنئي بالسكوت بالصمت. فكل شيء كان فجأة، وهذا جانب الروسي يلعب دورا مهما في إيران. روسيا مسيطر في إيران، مسيطرة تماما. أرسلوا رسالة إلى خامنئي بأن تم هناك اتفاق سري بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكان ومع ويندي شيرمان وغيرهم ضد مصلحتكم، هؤلاء يريدون إسقاطكم. الروسيا كي جي بي أرسل تقارير بالتفصيل إلى خامنئي. تقارير مضللة أو تقارير صحيحة؟ بعضها صحيحة بعضها مضللة. ففجأة ظهر خامنئي وتحدث عن 190,000 سنترفيوج. شو أخي، يعني هذا غير منطقي غير واقعي. والترفوا الأمريكي وممثلي 5+1 سألوا جواد ظريف شو صار، نحن على وشك توقيع الاتفاق، كل شيء محدد ومعين وتوقيتات محددة. وظريف طالب بإمهال فرصة حتى يعود إلى إيران. ولما عاد إلى إيران أدرك بأن الموضوع أخطر من ذلك، فلذلك أرسلوا رسائل بتمديد الفترة. لمصلحة من التمديد؟ لأربعة أشهر، لمصلحة الطرفين. لا الجهات الغربية تريد استعداء إيران أو فرض ضغوطا أكثر على إيران أو عقوبات أكثر، بينما الكونغرس، يعني ما شعرته في الولايات المتحدة، الكونغرس في واد آخر. الكونغرس يطالب الرئيس أوباما بالتوقف أن عمله يعتبر خضوعا للإملاءات الإيرانية. هم يريدون أوباما يكون مستقلا وقويا كرئيس دولة كبرى، ولكن رغم ذلك فإن الإدارة الأمريكية تريد المصالحة مع إيران. هم يعتبرون إيران بلدا مهما يجب أن نعيد علاقاتنا مع إيران ولا نترك إيران ساحة لروسيا. الآن إيران صارت لقمة سائغة لروسيا. روسيا موجودة في كل شيء، في كل تفاصيل، بالاستخبارات، بالمؤسسة العسكرية، بالمؤسسة الأمنية، موجودة في كل مكان. وين موجودة؟ في إيران. في إيران أكثر من 5,000 روسي يقيمون في إيران.
سواء في بوشير، يعني بتر الكبير الامبراطور كان يحلم بأن يدخل جنوده رجلهم في مياه الخليج الفارسي. الآن صار لهم شواطئ في بوشير لبناتهم لزوجاتهم. في موضوع التمديد، يعني هذه مناورة التجار، يعني هل بإمكاننا أن نقول سنمدد 4 أشهر وبعد ذلك الأمور قد تؤدي إلى تمديد آخر؟ أعتقد الآن دكتور غواص كل الأمور الآن متفق عليها سوى موضوعين. الأول موضوع عدد السنترفيوجات المسموح امتلاكها لإيران، والثاني موضوع مستقبل مشروع فوردو بقوم. مستقبل مشروع فوردو يعني مجمعة فوردو، لأنه في فوردو هناك أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-1 أكثر تطورا، قادرة على إنتاج يورانيوم المخصب بدرجة 20%. الأمريكان يريدون تعطيل هذا الأجهزة. موضوع مشروع منشآت مياه الثقيلة بالعراق تم تسويتها، يعني مش مشكلة. موضوع زيارة المفتشين تم تسويتها. موضوع توقيع NPT إيران وافقت على ذلك. يعني كل الأمور المهمة تم الاتفاق له فقط بشأن عدد السنترفيوجات وموضوع فوردو منشآت فوردو. وأعتقد سوف نرى تسوية شاملة وكاملة. القيادة الإيرانية تدرك رغم كل تعنت خامنئي وغيرها، ولكن الآن تدرك بأن من مصلحتها أن توقع على هذا. ذكرت دكتور علي نوري زادة بأنه هناك تفصيل طرد المسؤول الأمريكي الذي زار البحرين، واعتبرت إيران أنه هذه إشارة أمريكية بالاقتراب من خيارات إيران. حضرتك كيف تفسر الحدث اللي حصل في البحرين وكنت في واشنطن؟ وأنا أعتبر ذلك، يعني الأمريكان عادة ينظرون إلى دولة صغرى، دولة صغيرة مثل البحرين، وخاصة لديهم قاعدة بحرية، بأن هذا الدولة لن تجرئ لتقول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية امشي. سبق أن جربوا ذلك مع السعودية، والسعودية دولة كبيرة. السفير الأمريكي في السعودية انتظام كان ابن وزير خارجية إيران الأسبق عبد الله انتظام من زوجة أمريكية، ذهب إلى السعودية بعد 3 أشهر طردوه، فصار شيء مهم يعني طرد سفير. فنفس الشيء في البحرين، بحرين دولة مملكة صغيرة تقول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية امشي، هذا شيء مهم وقريب. وفي واشنطن كانوا يتحدثون أن عجيب قريب. ولكن أقول لك وفي لوبي قوي في واشنطن معارض للبحرين قريب، يعني أنت تشعر في هذا المراكز الاستراتيجية إيديولوجيا. أين تصلف لوبي؟ في لوبي متعاطف مع إيران، في لبنانيين، في إيرانيين، في العراقيين، وفي أمريكيين. فهؤلاء يقولون موضوع حقوق الإنسان وحقوق الأقليات مهم وفلان وفلان. ومع الأسف لن ترى حضورا بحرينيا عربيا بنفس المستوى ليرد عليهم. لدى البحرين كل الحق يقول هؤلاء يريدون تفجير بيتي. أنا متفق مع علي سلمان مع الآخرين، عندهم 18 نائب في البرلمان، في أي بلد عربي نصف البرلمان شيعي. ولكن ليس لديهم أناس مؤهلين ليردوا على هذا الاتهامات. فلذلك في كل مناسبة في كل اجتماع يتحدثون من جهة واحدة ضد البحرين. حضرتك هل تعتبر أن الموضوع حقوقي فقط أم لا؟ موضوع له أجندة سياسية؟ لا بتأكيد. إشارة لا بتأكيد. يعني موضوع يعني في أمريكان وهذا الأقلية الأمريكية واعتبار الديمقراطية هذا أجمل شيء، أجمل موضوع في حياة الإنسان، ينظرون إلى الشيعة باعتبارهم أقلية مضطهدة، يعتبرون الحوثيين من الشيعة، وهم يقولون هؤلاء المساكين منذ قرون حقوقهم مغتصبة. والبحرين وببقية البلدان العربية هم يقولون لماذا، يعني يجب نحن ندعم الأقليات، دعمنا السود ودعمنا
أفارقة. فلذلك الآن يجب أن ندعم الشيعة. هذا الأغلية الأمريكية موجودة، وبالتأكيد هناك بعض الأهداف السياسية أيضا موجودة بالتأكيد. هذا أكيد. دكتور علي نوري زادة، مدير مركز دراسات الإيران العربية، أشكرك جزيل الشكر. كنا نحاول أن نفهم هذا المنطق الإيراني الجديد في البراكين التي تحصل في المنطقة. شكرا للانتباه إلى اللقاء. شكرا.